السلام عليكم خويا نيل. بنتي تعرضت لاغتصاب نهار الثلاث، غادي نخدم نهار الثلاث، غادي بيا الاب ديالي عند شي ناس في الديور، داني باع الموطور. الاب ديالي جا واحد اتصال هاتفي مع واحد الصحف قال لي انت بنتي تسناني انا نمشي عند السيد القهوه. انا مابغيتش نمشي نعبى القهوه، مشى عند السيد هضر معاه. بقيت انا حدا مون ديسير كنتسنى في الاب ديالي. واحد شويه انا قطعت الشانطي بيني وبين مون ديسير غير الشانطي، بقيت واقفه اون فاس بحال هكا معاه. واحد شويه كنتفاجئ بالطوموبيل البيضاء وقفت حدا رجليا. انا كنسحب ليا غير طاكسي هاد الناس وداك الشيء، مديت ما جبتش. ويوقف السيد هذا عادي شفته بعيني هبط من الطاك من الطوموبيل وحط عليا موس وطلعني الطوموبيل. هما ثلاثه الناس في ديك الطوموبيل طاكوني وداوني، ما قدرت نقول حتى شي كلمه. بقيت غدا وكان كيقولي شنو بغيتو عندي طلقوني، غدا كيعنفوا فيا بالهضره الخايبه في الطريق وغادين بيا. واحد شويه وصلنا للوزين ديال الياجور، انا ما عرفتش شنو وقع ليا سيدي، غيبت ما عرفتش شنو داروا ليا فيني في غيبت ما عرفتش راسي. انا كنغاده صافي. واحد اللحظه انا من مشيت وفقت مني داك الشيء وفقت، كنتفاجئ كنلقى راسي انا مربوطه من ايديا ومن رجليا وديري ليا ديري ليا تاع العينيه، ما كنشوف حتى شي حاجه حتى حاجه ما كنشوفها. لقيت راسي عريانه حاجه اخويا، عريانه مني للدوس كما خلقاتني ولدتني امي، عريانه مني للدوس ومربوطه ومكتفه واحد الحاله لا يرتال. كيضحكوا عليا كيضحكوا عليا، كنسمع القرايه ديال الشراب حدايا حدا راسي كيضحكوا عليا. والناس بزاف، ماشي نقول لك جوج الناس، كاينين الناس هضره كثيره حدايا. واحد وكنسمع الكلاب حاجه وجهك كيغوتوا. واحد شويه ثاني انا ملي فقت وتوعيت كنتفاجئ بالطريبور توقف والطريبور حتى هو دخل تما، حتى هو دخل. وهذا السيد عادي جا وكيقول كيهضر في التليفون حدايا كيقول لشي وحده شوفي كون شفتي حاله تشفيه نعمه ما تاكليهاش، نعمه ما تاكليهاش. وانا كنبكي وكنرحم فيهم كنقول معايا فيكم غادي نمشي عند والديا وعند وليداتي كرام با وداك الشيء كرام حتى كنبحال كرام والله بالوالديا. كنت كيقول لي صبتي شويه وشعلوا لي التليفون ديالي وصولوا لي الاب ديالي بالتليفون قال لي هذا ربيها، قال لي غتجاوبي واش غتقولي لي ديك خاطبي. انا قلت لي لا نقول لي انا خدامه وطفى لي التليفون ما نقول لي حتى شي حاجه. قال لي قولي لي ديك لاريش فعلا الهضر معايا الاب ديالي. قال لي فينك بنتي فينك؟ قلت لي با انا جايه من ديك لاريش من ديك لاريش. صافي طفوا لي التليفون صافي. هذيك اللحظه بقات واحد شويه صافي مو يلبسوا لي حوايجي وجابوني لاحوني هنايا في البساتين فيردوس. والمده اللي بقيتي فيها شنو داروا معاك؟ مسوا عليا الجنس كلهم تكرسوا عليا. اش هاد الاشخاص هما؟ كانوا مسا والسابع كيقول لي زيد السابع ما كنتش عرفت كاين ساكنين سبعه الناس. وما عقلتيش على البلاصه اللي شدوك ليها؟ لا ما عقلتش، كانوا مكثرين لي عينيا ما كنشوف حتى شي حاجه. وبعد مني طرا لك المشكل شنو الخطوات اللي درتي؟ ميطالي المشكل جابوا لينا نعم جاو الدرك الملكي جاو عيطوا لنا بالجوار مشيت لهنا للسبيطار. والاب ديالي مشى عند الدرك شويه كيجي الاب ديالي قال لك راه السيد شد عادي يعني هو قدم راسو في حاله السكر. وانا قلت لهم داك النهار كنشرب وانا رجعت يا استاذ اللايف ديال البارح كيقول هو السبت عشيه ان شاء الله غادي نبيجا بقى غادي نشرب. وانا كلامي صغيره كان هو السيد كنسكرين وقال لي انا عندي الكاميرات وعندي الشهود. فعلا هو اختطفني وداني البلاصه في داني عند الناس ورجع دار هوايا داك الشيء اللي بغا باش ما يديرش عليه الدليل. يعني انا صورت كنت هنا كنت هنا كنت هنا. علاش هذاك النهار بالضبط؟ علاش هذاك النهار بالضبط الساعه 19 واحد انا تخطفت فيه مشاو 19 سخ دار عليه هو الاثبات بلا ما كانش معايا. ولكن في العشيه راه جا كمل القصارى عندي ملي مشى الله فيه جا مقرع وجا عندي ملي تقدم عند الدرك الملكي كان سكران في حاله السكر السيد. انا بغيت حقي يا استاذ. وهو كيقول باللي في الجلسه ما حضرتيش انت، علاش شنو السبب اللي ما خلاكش تحضري؟ انا ما عرفتش حتى شي واحد استاذ. انا في دارنا جاو عندي الدرك ما قالوش لي، قالوا لي بقاي مرتاحه تنبغي نبغي نعيطوا عليك هادشي اللي قالوا لي الدرك الملكي. كنقولها وكنعاود نقولها حتى واحد ما جا عندي ما توصلت بالسيده على حتى شي حاجه ما قالوا لي حتى شي حاجه. وانا بوجه عريان براسي عريان انا مستعده يجيبوا لي السيد اللي قال لي تقدمي وانا ما مشيتش. هو كيقول لي ما جاتش وصور عليا قاضي التحقيق وصور عليا وكيل الملك وانا ما حضرتش. علاش هاد الناس ما بلغونيش؟ انا كنطالب بالحق ديالي كنطالب بالطبيب الشرعي عاود يشوف الحاله ديالي. ما تصبتش هادشي كاين حبسي ما كاينش هنا حبسي ما كاينش هنا. الناس داروا لي الزوير انا ما عنديش حتى ورقه ما عنديش حتى ادله باش غنهضر. استغلوا الضعف ديالي انا حسيت انا بنت فقيره زوجو عندو النفوذ ديالو حتى السيد بزنيس عندو فلوس وانا شنو عندي؟ عندي الله سبحانه وتعالى. انا بغيت الحق ديالي ما بغيتش حقي يضيع. حتى السيد عادي شفته بعيني ماني ما عرفتش غنتهمو هو بدون الناس. انا ماني بغيت نتشوه هاد الشهر ونتشوه ولا عندي ولدي وعندي عائلتي علاش غنتشوه بحال هكا؟ السيد ملي اختطفني وشفته وتكرفص عليا وداني عند الناس تكرفصوا عليا. انا بغيت حقي انا بغيت حقي. انا الشهاده الطبيه ديالي ما شفتهاش. انا الجدار ديال المشروع ديال
خوتي ومبقاش الحال ديالي باش انا باش غنهضر باش. ودابا انا كنطالبه استاذ، انا بغيت الحق ديالي، انا بغيت طبيب شرعي يقلبني. انا ما كانش هادشي كاين، حبسي ما كاينش. انا واش ما نحضرش؟ هما ما قالوش ليا، ما علمونيش باش غنجي انا المحكمه باش غنعرف نعدو التقديم. كيقولوا لي راه في التحقيق، راه كنحقوا معايا، راه جبدوا لي جوج اخرين. انا هادشي فرحت، قلت بصح راه قر وجبد ليهم الناس. انا هو هذا هو الضم ديالي في هاد السيد. وبالنسبه للشهود قلتي في الاول كانوا غيمشيو يشهدوا موراها ما بقاوش مشيو، علاش من المشكل؟ الشهود ديالي انا ديالك انت. نعم هادوك الشهود جو مني انا وكيل الملك، قال لي شكون هما هاد الشهود اللي فككم في داركم؟ عطيتهم الاسماء ديالو قدامهم في التقديم، كانوا معايا. ملي هما سمعوا وردنا الوكيل قال لي سيري عند الجندارم يصنتوا الشهود ديالك، حيت هما خرجوا من المحكمه عندهم طوموبيل. جاو كيجريو هنا للحلو، وكنعاود نقولوا وناكد لك استاذ، جاو نوضوا فوضى هنا في الموبل على هاد الناس. قالوا لي واش شهدتوا؟ عرض بروسكم، خوفوا الناس، الناس تخوفوا. قال كيما داروا لكم نتوما، وجابوا لكم عصابه وجابوا لكم، حنا يوقع لنا هكا ما نقدروش. صافو انا رجعت عند لجودان، درت الدارك الملكي درت الفتح، وقلت ليه استاذ هاد لجودان راه وقع، راه مشاو هدوا لي الشهود. قال لي صافي اش غندير لك؟ قلت ليه صافي راه استاذ انا عندي ما ندير، هما عندهم الشهود زور، انا مين غنجيب انا هاد الشهود؟ صافي درتها لجودان في ودنو، قلت لها جو عاود تسول، راه ما كانوش هدوهم عاود تسول. صافي وهاديك هذيك الليله جا السيد دخل في الصح. هذيك الليله هبطت انا والوالد ديالي المحمديه نجيب الوالده ديالي الدواء، راه مشى هذا السيكيريتي اللي بغى يقول الحق راه كيسمع فيا من هذا المنبر. وقفت انا فوق فجيت الباريار، قلت لي انا جيت للمدوار جايه هابطه. كنتفاجئ بالام ديالي جايه هابطه بالدرج وكتبكي مسكينه بحال وجهها مقطعين. الام ديالي كنقول لها مالك امي؟ كتقول قمار وجدان باقي رجلي ضربوا وجهها وجهها مقطعين. الليله تقدمنا فيها الدواء كي كلات ام العصا الليله اختي مات غادي. قلت لها ودي شو الدار راك بالي كتهضموا ماشي اللي غادي طالعه. انا كنتفاجئ بالعادي ونور جي مع النقاط الشيلي. قالت لي ها ماما قري بغادا كيعيط لي مشي هضر قري ترجعي بحالك وكيطاكي فيا وكيما عوقي كيجرب لي قدام الناس قسما بالله. ويتدخل واحد الدريه من غزر الله يجازيها بخير. قالت لي تدخل بخيط ابيض، قالت لي هاد العائله راه مظلومين. قالت لي شو معناتها؟ قالت لي انت ما كتهضرش بينك وبين الله. قالت لي تجي مع النقاط السيده والناس كيبكيو. قالت لي هاد المراه كبيره دايره مع امك ويقول لي اش غديري سيري انا غنجي عندكم للدار. قلت لي علاش خويا غتجي عندي للدار؟ قال لي التلازم. قلت لي انا بغيت ندير معاهم التلازم يديروا معايا هذا التزام. قال لي لا انت اللي غديري معاهم التزام. قلت لي انا ضاحيه وغندير معاهم التزام. قال لي ايه؟ قال لي غنصيفطك للحبس. قال لي دزت عند وكيل فلان شنو قال لك اليوم في التقديم؟ ها قال لك وها قال لك. وفعلا لقيت الهضره صحيحه وهي فعلت. صافي خفت درت التلازم. هادشي اللي كاين اخوتي دابا كنطالب. انا كنقول لي هاد الناس داروا لي هادشي. الله يجازيك بخير استاذ زهره، تدخل في القضيه ديالي انا ما عنديش. انا كنطالب باش جمعياتي يوقفوا معايا، حقوق الانسان يوقفوا معايا. انا انسانه مظلومه وطلعت في حقي، انا بغيت الحق ديالي. السيد خارج كيتعلق ويشرب في العليم وكيقول لي غنتابع قضائيا وتكرفص عليا وغيتابعني. علاش هو حضر هاد وكيل الملك وانا ما حضرتش معايا؟ الناس ما بداونيش معايا نهضر مع السيد، هو يتكرفص عليا، هو اللي طيع بالقيمه ديالي وطعني بالشراب ديالي. السيد خاصو العقاب، علاش خرج؟ علاش؟ انا كنطالب بالطار التعاون. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، ما جيبوها من عالي.